هو الإيمان؟ لو قال لك قائل أنت مؤمن تقول نعم مؤمن، يقول ما هو الإيمان؟ ست إيمان رزي إسر زغور قوبشن جاري خنو إيمان زي ست وو مؤمن أه. الإيمان هو قول باللسان، كان تقول بلسانك لا إله إلا الله، تقول الشهادتين نعم. إيمان ويبزمج بسالة جبنر بسالة بابسة شهادة زر جبنر، وهذا الذي تقول بلسانك لابد أن تعتقد هذا بقلبك، يعني اللسان الظاهر يوافق الباطن، لا تكذب. عوي بزمجة جبار أما ليمو ويقومش شنخوي عار ويقومش ويفاش شنخوي، ولابد أن تعمل بهذا، يعني تعمل بالإيمان، تصلي، تخاف من الله، تذبح لله. عوى دقبسو عجب أم تيوخاو أوي قم يسم تيوخاو عمل بغزجان خوي نماز بشنر الحشوة مخوة بشلطنر. الإيمان يزيد وينقص، إيمانر نخين مخ نخطق مخ.